هو الناس يعني اللي داعمة لمسار 25 جويلية بالحق معنا يلزمهم يلموا بعضهم ويستقبلوا ويشوفوا معناها المشاكل تاع البلاد وغيرها. بالنسبة للناس اللي رد المسار معناها خصوصا اللي يعتبر مثلا تاع البلاد وغيرها شنو الحوار باش تحرم معاه وقت هو معناها مازال يحكي لك بعد عامين على البلاد. دونك ما ينجمش يكون تم حوار خصوصا انه في نفس الوقت معناها رئيس الجمهوريه معناها عامل يعني يقول لك تم حرب ضد الفساد والاغلبيه نتاع معارضين المسار يرفضوا المساله هذيا معناها ما يحبوش يحكيوا عن المساله نتاع الفساد هذيا كل شيء يتحط في امور سياسيه وكاهو بالتالي متفائل الوضع الراهن في تونس ستتحلحل الأزمة ما زلنا مواصلين في ستكون نهاية سنة صعبة مثلا أم لا؟ لا أنا ديما متفائل الحقيقة ونعرف اللي في الآخر يعني باش نوصلوا إلى نتيجة باهية معناها نعرف معناها هذيك الكل معناها أنه باقي ثم عملة توا تقريبا ممكن حتى 4 سنين معناها حتى من يقع انتخاب الرئيس قيس سعيد نعم وهم في كل دقيقة البلاد ماشية في حيط في كل دقيقة رئيس الجمهورية زوج أشهر خير يمشي على روحه معناها هذيك خليت الناس في وضع نفسي ماهوش باهي معناها في حين أنه نحن قدرة الله ماشيين في التاريخ الصحيح تونس يعني المواقف نتاعها قاعدة تاخذ في مواقف مع الدول الأخرى بمواقف المد مع عندنا أكل خضوع اللي بدا من عام 2011 حتى ما قبل ما كانش قبل كانت ثم معناها سلطه بالحق معناها هذا كلام انقلوا وما نجموش ننقلوا لكن بعد ثم نوع من الخضوع للقوى العظمى يعملوا اللي يحبوا يفرضوا علينا اللي يحبوا رجعنا توا يعني انه فرض السياده بالضبط ومعها بالنسبه للملك قدرة الله معناها تفرش خصوصا على المستوى الاقتصادي ستفرش بإذن الله.